Bienvenue à tous sur ma chaîne La Séance Al-Hissa. مرحبا بكم مجددا في قناة La Séance Al-Hissa لتعلم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. درس ديال اليوم غادي نشوفو حرف جديد une nouvelle lettre اللي هي la lettre N كيف ما كتلاحظو هادو هما الكتابات أربع كتابات ديال la lettre N وبغيتكم تعقلوا عليهم مزيان باش مني تشوفوهم مكتوبين تعرفوا بانها سي لا ليتر ان. ردوا البال مزيان. البارح شفنا لا ليتر ام تيكون الفم ديالنا مسدود ام الشفايف ديالنا تيكونوا ملاقين الفم تيكون مغلق ام لكن اليوم لا ليتر ان فحال النون ان 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 نمر الآن لقراءة لسيلاب ان ا نا قلنا بأن ا في اللغة الفرنسية كتلعب دور الفتحة ان ا نا 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 ان اي ني 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 ان او نو 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 N O NU NU N U NU 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 N E NE 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 نعاودوا الان قراءه لي سيلاب وبغيتكم نتوما تنطقوهم الاولين وعاد غادي نعاود مراكم N A كيف تنطق نا احسنتم ان اي ني ان او نو ان او نو ان او ردوا البال النطق نو ان اي ني حسن جدا الان غادي ناخذ كلمات اللي فيهم لا ليتر شنو اسم لا ليتر لا ليتر ان اون فانا ايضا كاينه ان اون كنسمعو ن اون با نا ن اون با نا ن اون بانان اون بانان موزة اون نيش اون ني ش ان اي ني ني ش اون نيش هي بيت الكلب او هو بيت الكلب باللغه الفرنسيه سميتها لا نيش وهنا عندنا اون نيش يعني بيت الكلب لو تيليفون تي لي فو ن لو تيليفون الهاتف لو تيليفون تيليفون ان نونورس ان او نو نو ان عاوتاني نو غ س ان نونورس ان نونورس هو نونورس ان نونورس ان نونورس لا لون لا لون لا لون لا لون القمر ان ني ان ان اي ني ردوا معايا البال هنا دي لا تنطق ني فحال لا عندنا غير ان اي لكن في الكتابه ديالو كتكتب بالدي اني هو هو العش يعني بيت الطيور اني اني باللغه الفرنسيه سميتو ني يعني بيت الطيور اني نعاودوا الان قراءه الكلمات وبغيتكم تردوا البال لا برونونسياسيون كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق ملي تبغيو تعلموا اللغه الفرنسيه يعني قراءه اللغه الفرنسيه خاص شي واحد اللي يكون عنده النطق مزيان هو اللي يعلمكم اولا نتوما اختاروا شي واحد اللي عنده اون بون برونونسياسيون يعني تكونوا اكيد منه بانه غادي ينطق مزيان باش حتى نتوما ملي غادي تبغيو تعلموا قراءه اللغه الفرنسيه غادي تكون عندكم لا برونونسياسيون مزيان وما غادي يكون عندكم حتى شي مشكل فغادي نعاودوا الان قراءه الكلمات اون بانان اون بانان اون نيش اون نيش لو تيليفون لو تيليفون ان نونورس ان نونورس
La lune. La lune. Un nid. دي لا تنطقنا نقول نيد إنما ني. Un nid. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. تعرفنا على لا لتر ان. شفنا الكتابات ديالها. قرينا لي سيلاب. خدينا كلمات مع الترجمة باللغة العربية طبعا باش تزيدوا تفهموا أكثر. ما تنساوش تشجعوني بلا جيم بلا كومونتير في اسفل الفيديو حتى هما اللي كيشجعوني بزاف. وتنشروا القناه مع الناس اللي كتعرفوهم مع العائله مع اصحابكم مع الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله فيديو جديده. الى اللقاء.